نروح لخبر تاني. وافتتحت جامعة عين شمس مركز جديد للتطوير المهني بكلية التجارة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تفاصيل أكتر هنتابعها مع حضراتكم عن الافتتاح في التقرير اللي جاي. في النور الحقيقة تبان. شهدت جامعة عين شمس احتفال الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بافتتاح مركز جديد للتطوير المهني بكلية التجارة بحضور دكتور نظم عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيدة نانسي فيشر نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والدكتور أحمد طلبة نائب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية والدكتور خالد أدري عميد كلية التجارة. احنا النهاردة بنفتتح المركز الثالث للتطوير المهني بالتعاون مع جامعة الأمريكية وهيئة التدريب الأمريكية. بنخرج النهاردة خريج يقدر يقف في سوق العمل، لأن احنا عندنا فعلا كلنا متفقين في نواقص في التدريس، كمية التدريب مش كافية. النهاردة بنفتتح المركز الثالث بعد ما عملنا مركز في هندسة ومركز في حرم الجامعة، ودول خدموا حوالي 25 ألف طالب. النهاردة بنتقدم بالمركز الثالث، وجامعة عين شمس الوحيدة اللي فيها ثلاث مراكز. إن شاء الله عشمنا في الأخير نعمل 10 مراكز زي ما قال الدكتور أشرف حاتم. قيادات جامعة الأمريكية وقيادات USAID موجودة النهاردة، وجامعة عين شمس بيؤكد أن المنظومة إن شاء الله تنجح. احنا النهاردة بصدد افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة عين شمس، وده يعتبر المركز الثالث اللي بيتم افتتاحه داخل الجامعة. المشروع ده بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية بالقاهرة. المركز كل خدماته بتقدم للطلبة لتقديم تدريب على مهارات الشخصية، مهارات المقابلات الشخصية، مهارات حل المشكلات، مهارات التحليل النقدي، المهارات اللي بيحتاجها الطالب الجامعي علشان ياخد معارفه الأكاديمية ويحولها لمهارات يلتحق بها بسوق العمل. يهدف هذا المركز إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والدورات التدريبية في مجالات الإدارة المهنية، ويتبنى نماذج وأساليب جديدة لخدمة الطلاب والمجتمع ككل. شغل المركز بيعتمد على ثلاث محاور أساسية. أول محور فيهم هو الكورسز. الكورسز بتاعتنا بتبقى من الـ AUC وبتبقى بالاشتراك مع جهات متخصصة. بنقدم خمس أنواع من الكورسات حاليا: كورس إنجليش متخصص اللي هو بيزنس إنجليش أو فاينانس، بنقدم كورسات انتربرينورشيب أو ريادة أعمال، بنقدم كورسات سيلز كاستمر سيرفيس، وكورسات سوفت سكيلز. ده بالنسبة للكورسات. تاني نوع من الخدمات اللي بنقدمها هي الوان أون وان كونسلنج، إن الطالب بيجي لي عايز يعمل ريزومي، عايز يعمل كارير بلاننج، أنا بقعد معاه وبنحاول إن احنا نعرف شخصيته أكتر، إيه هيناسبه أكتر، إيه الشغل المناسب، وبنحاول نوصل أحطه على الطريق الصحيح. أنا مش باخد له قرار، أنا بوجهه هو ممكن يروح فين. تالت نوع من الخدمات هو خدمات التوظيف أو الامبلايبيليتي سكيلز. ده إن احنا بندي كورسز احنا دربنا عليها في الـ AUC، إزاي إن أنا أعمل ريزومي، إزاي أعمل جوب انترفيو، إزاي إن أنا أعمل كارير بلاننج. وحاجة كمان أخيرة، إن احنا كمان بيبقى في ايفنتس وبيبقى في ملتقيات توظيف وتعاقدات مع شركات وبنوك وحاجات كده، بنوفر فرص عمل للشباب. ده المركز رقم 3 على مستوى الجامعه، بيسبقه في مركزين، واحد في كليه الهندسه واحد في الحرم الجامعي. المركز بيكتسب اهميته طبعا في ظل وجود العدد الكبير لطلاب كليه التجاره. المركز هو ناتج شراكه وتعاون بين ثلاث جهات: جامعه عين شمس والجامعه الامريكيه ومنظمه اليو اس اي. المركز بيكتسب اهميته دايما، احنا في الكليات كثيفة العدد زي كليات التجارة الطالب عنده شكوى دايما انه النواحي الاكاديمية بيطلع في الواقع العملي، سوق العمل دايما ما بيلاقاش مرتبطة قوي، فبيبقى في فجوة كده بين سوق العمل والنواحي الاكاديمية. من ضمن الخطوات اللي الكلية خدتها ان انشاء هذا المركز بالتعاون طبعا مع الجهات السابق ذكرها. التعاون بين جامعة عين شمس والجامعة الامريكية في مجال التعليم المهني بدأ في عام 2014، حيث تم انشاء مركز بكلية الهندسة وآخر بالمبنى الرئيسي للجامعة، ليكون مركز اليوم هو ثالث مراكز الجامعة للتطوير المهني. افتتاح مركز التطوير المهني بكلية التجارة جامعة عين شمس النهاردة خطوة مهمة لتحسين مستقبل طلابنا. الطالب اللي بيتخرج من الجامعة المصرية بيكون عنده معلومات مهمة قوي، عنده خلفية أكاديمية قوية، لكن ما بيكونش عنده دراية كافية بسوق العمل المليان بالمنافسة الشرسة. نتمنى أن افتتاح المركز النهاردة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية يحسن كتير في مستقبل طلابنا. من كلية التجارة جامعة عين شمس، فريد إدوار، CTV.